الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. مرة أخرى مرحبا بالإخوة ممثلي الصحافة المحلية، إخوة أعضاء الحزب. طبيعة الحال هاد الندوة الحمد لله هي ولات سنة وفرصة باش من خلالكم من خلال الصحافة أنا نتلاقاو يعني نشرف على الساكنة ديال المدينة اللي كتهمها المدينة ديالها. أنا فقيلة غادي نتكلم بواحد الدرجة من الحرارة اللي هي ربما أقل بشكل كبير من السي حسن بومشيطة. علاش؟ وإنما تنحس بالحرقة. أنا نتكلم على السي حسن ما نتكلمش، ونتكلم على الإخوة عموما. علاش هاد الحرقة اللي ربما تتبان للطرف الآخر واللي تيوصفنا بالمعارضة؟ لأنه هو الآن في التدبير، وربما العموم هو أنه بالفعل المرحلة السابقة واللي كانت يدبر فيها حزب العدالة والتنمية شؤون ديال مدينة فاس كانت واحد المرحلة اللي تبذلت فيها جهود مهمة جدا مهمة جدا، ذلك أنه بالفعل النخبة اللي كانت تسير كان النواب ديال السيد الرئيس الأزمي كانوا دكاترة، كانوا مهندسين، كانوا ناس تواصليين، مقاطعات كذلك كنا تنتواصلوا حنا مع القاعدة وهم كانوا كيتواصلوا مع القطاعات ومع جميع القطاعات الحكومية اللامركزية يعني على المستوى ديال فاس، باش قدرنا نديروا واحد برنامج عام بلان داكسيون اللي غادي يتم من خلاله تنفيذ واحد البرنامج في واحد الفترة ديال 6 سنين، باش اننا بالفعل خلال هاد السنين هادي نلاحظوا واحد الطفره على مستوى المدينه من المستوى اللي كانت عليه الى مستوى طبيعه الحال كان خاصو يكون واحد المستوى اللي هو مهم جدا واللي بالفعل ما تحقق منه هو بالنسبه مهمه جدا، يعني ما بين 70 و75%. اهمها طبيعه الحال هي البرامج اللي كانت التكلفه ديالها عاليه وما شفتش النور في الفترة السابقة، وإنما اللي كنا نتمناه هذا هو علاش نتسموه دابا معارضة، وحنا في الواقع حنا بعد أنفسنا الفريق ديالنا عمرو ما تيحس براسو على أنه تيعارض، حنا نساهم، جينا لهذا العمل السياسي نساهم تنعاون، نؤمن بالتعددية ولكن نؤمن بالاستمرارية لا على المستوى الوطني ولا على المستوى حتى المحلي. راه واحد الهضر ديال الزمن، ماقولش الزمن السياسي، وإنما الزمن ديال التنمية ديال البلاد، أنه واحد المدة ديال 4 سنين ولا 5 سنين وأنت تخطط وتخلي واحد البرامج اللي هي مهمة، كاين بعض المشاريع اللي تحطات على السكان اللي بدات التنفيذ ديالها، وتجي واحد الفترة على الأقل دابا راه حنا سنة اللي فيه العجلة واقفة، راه ما تنوقفوش في ستوب وتنبقاو واقفين، وإلا غادي نعرقلوا حتى اللي وفي المدن اللي قبل اللي كانت على الاقل مقدم معنا راه سبقتنا في هذا العام هذا. فللاسف وهذا هو علاش نتاسفوا، وهو انه السيد الرئيس راه كان معنا، كنت نتمنى انا بعدا شخصيا انه يفرح حيت كانت معنا، كان مبرمج معنا يسمى يعني تيتسمى انه توا راه توا ساهم معنا في البرمجه وهذيك المشاريع يمشي في التنفيذ ديالها ماشي، ولكن معذور في جزء معين تيمكننا نعذروه طبيعة الحال، لأنه إلا ما قلناش 99% اللي معاه راه كانوا في الوقت ديالنا معارضين لهذا البرامج اللي تيتبناوها الآن واللي تيحاولوا أنهم ينزلوها في أرض الواقع، ولكن لا قدرة لهم لأنه طبيعة الحال الشتات التفرقة ما تيمكنش أنها تجمع اليد باش تعطي واحد القوة وواحد الدفعة باش أننا ننجزوا على الاقل داكشي اللي وجدناه. فهذه هي هذا هو يعني هذه الحرقه اللي عليها المجموعه ديال العداله والتنميه الان، هو انه بالفعل كيف تنقولوا وضعنا يعني القطار على السكه. ما معنى ذلك؟ هو اننا اوجدنا لمدينه فاس بعد القطع طبيعة الحال مع واحد مجموعه من السلوكيات اللي تعرفت بها فاس، وللاسف مع هذه الولايه هذه بدينا تلاحظوا اننا رجعنا ل 2015 وما قبله، بل ان انتشر ذاك الشيء ماشي في فاس عاوتاني وانما انتشر لا حول الله
انتشر في المغرب كله. فبالتالي هذا هو الهم ديالنا، الهم ديالنا اننا نرجعوا لهذاك البرنامج العمل اللي سطرناه، وهذيك المشاريع الضخمه اللي سطرناها، لا من مواقف السيارات، لا من الاناره العموميه، لا من بزاف ديال المسائل، انها ترجع ويتم التنفيذ ديالها في اقرب وقت. الحافلات، النقل الحضري، وجبنا العكس حنايا، واننا نرجعوا في دفتر التحملات ونرجعوا في البنود ديالو، مهما اننا حنايا وصلنا للتحكيم، والسيد الرئيس السابق مع النواب ديالو جلسوا في الداخليه وحطوا كل شيء، وكان الملحق ديال الاتفاقيه ديال كان موجود. شبينا حنا عاوتاني نرجعوا للورا ونمشيو للدائره و100 كذا 40 يا سيدي، لا الله الا قدرت تجيب لنا 140 مليار جيبها لنا، ولكن ما يمكنش، راه ما تمشيوش بوحدنا، راه هذا مكتب وراه هذه مدينه وراه هذه حاله لقيتي عليها ولقيتي انجازات، فخصنا نكملوا عليها. فبالتالي الامثله كثيره. المشكل هو عويص جدا، والمعارضه اذا كانت يعتبرون المعارضه مصابيده، وهي المعارضه اللي هي داخليه عنده، وهذا هو المشكل. فبين قوسين الله يكون له في العوان، باش يسمع للنصح ديال المعارضه اللي تعتبره معارضه، راه خصو بعدا على الاقل الصف الداخلي يكون عنده مزيان، باش انه على الاقل تمشى الامور مزيان. وهذا ما يمكن له يتاتى الا بانه اللي تولى مسؤوليه راه خصو يتولاها بامانه، وتكون عنده واحد الحرقه بالفعل، وانه ما طالعش على المصالح ديالو باش انه الامور تمشي مزيان، لا على الصعيد مره اخرى، لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد المحلي. راه ازدواجيه او الزواج بين المصالح الخاصه والمصالح العامه ما تيمكنش بتاتا. فلهذا نتمنى ان شاء الله، املنا ولو انه تيبان هذا الشيء من مستبعد، انه تصلح الامور، لانه محكوم علينا احنا، كيف قالت الاخت المستشاره انذاك في الدوره، انه محسوب علينا رئيس، محسوب علينا رئيس، يعني التشكيله راه هي هذه. ولو ان هذا الشيء معروف، هذا الشيء راه كنا عارفينه، مهما داز هذاك القانون المشؤوم ديال القاسم انتخابي، راه من تما خرج من الخيمة عوج. فبالتالي نتمنوا انهم يداركوا هذه الامور هذه، وانهم يتنبهوا انه بالفعل كاين حصيله، كاين مجهود، كاين برنامج تمشوا عليه، باش انهم يمكن لهم يبنيوا عليه. راه ما يمكنش هذه مدينه ماشي ديال واحد الحزب معين ولا ديال مجموعه احزاب معينه، انما هي ديال كل من تولى امرها، الا ويحطوا فيها لبنة او لبنات على الاخر الذي ياتي بعده، ان يستمر في البناء، وماشي انه يهدم باش انه يعاوتاني يبدا البناء من الاسفل. نتمنى ان شاء الله انه يعني في هذه الخلاصه هذه، حتى بالموضوع وفتحت الشهيه ديالكم كما قال سيدي احمد، طرح الاسئله ديالكم ان شاء الله، باش اننا نتوسعوا ونعطيو التفاصيل في الموضوع. شكرا.